يلا بينا نبتدي دلوقتي. اول وصفه وصفه الفراخ التندوري. فراخ التندوري النهارده انا عاملاها بالطاووق بالوراك، وتعالوا نشوف بهارات التندوري عباره عن ايه. عندنا محمصينها خلاص، بهارات التندوري عباره عن معلقه من حب الكمون، لو عايزين نعملها في البيت وما نشتريهاش جاهزه، معلقه كمون، حب كمون ونتحمصه، كمان كزبره، حبوب كزبره متحمصه، كمان تشيلي فيليكس متحمص، ومعانا كمان فلفل اسود حبوب، بذور الشمر، وحبهان، عود قرفه، جوز الطيب. كل ده بنحمصه، حبهان، تشيلي، كزبره، شمر، كمون، فلفل اسود، جوز الطيب، وعيدان من القرفه. كل ده بنحطه في المطحنه، بيدينا التوابل الحلوه دي. خلاص طيب هنعمل ايه بقى عشان نتبل الفراخ بتتبيله التندوري؟ هيبقى عندنا بهارات تندوري، توم، جنزبيل، زبادي، وكمان معانا كريمه طهي ومايونيز وعصير ليمون، ملح وفلفل اسود واسياخ خشب. ماشي، هحط كريمه الطهي كده عشان بس التتبيله كلها كده تبقى مع بعض، مع الزبادي اليوناني، مع المايونيز، الثوم، يعني حبة حلوين كده من الثوم، ممكن راس تومة كاملة. يلا واحدة كمان. احط بقى بهارات التندوري كمان هنا كده، نقلب تقليبه كمان. نقلب، فاضل ايه بقى؟ فاضل الملح والفلفل الاسود. وحاسه البهارات لسه قليله، يعني حاسه ان على الفراخ دي محتاجه بهارات تندوري تاني، هتبلها بيها كده دلوقتي عقبال ما ايه في الفاصل هزود بهارات تندوري، وهنزود قدام بعض كده اللون الاحمر. لازم كنت اعمل الحركه دي عشان هيتبقى هنا شويه ميه، الحبه الصغيرين دول ممكن يزفروا لي التتبيله كلها، هوريها لكم دلوقتي. عشان كده لازم نعمل الحركه دي، نسيبها شويه. وجبت اهو اللون الاحمر، خلاص هحط كده لون احمر بسيط قوي. هي بتتعامل كده، يعني لما بتلاقوها لونها كده الاحمر ده، ده مع التوابل لون، شايفين ده في بيزودوا اكتر كمان، بس انا شايفه ان كده يعني عقبال ما تستوي تبقى لونها حلو. طيب هسيبها بقى كده في التتبيله الحلوه دي. طيب انا هبتدي، هو كنت عايز ازود شويه بهارات، هبتدي عقبال ما ايه ما البهارات تيجي هقول لكم هنعمل ايه. انا بس ايه، هي متبله والله حلو، بس عايزه ازودها شويه. بصوا كله جنب بعضه كده، طيب بصوا انا هكمل ده، هكمل تقريبا 7 وحدات واحط في الفرن.